سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي ولكن يخرج مني بعض القطرات وأنا في الصلاة، فكيف تكون حالتي مأجورين؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا حدث مستديم يخرج دائما فهذا سلس البول، تتوضأ تستنجي عند الصلاة وتضع شيئا على الذكر يمنع تسرب البول، توضأ وتصلي في الحال. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان هذا إنما يعرض في بعض الأحيان فإنك لا تذهب إلى الصلاة حتى ينقطع، ولو تأخرت حتى ينقطع وينشف ثم تستنجي وتوضأ وتصلي. أما إذا كان هذه الحالة الثالثة، إذا كان هذا من باب الوسواس ولا حقيقة له فلا تلتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك. إذا تطهرت وشككت بعد ذلك هل انتقضت طهارتك، فأنت تبقى على الأصل وهو الطهارة ولا تنظر إلى الشك. نعم.